الرياضة مش بس عشان تنزلي وزن زيادة، لا دي عامل أساسي ومهم في رشاقتك وجمالك، وكمان من أهم عوامل تحسين الحالة النفسية، وتقدر تخرجك من أي اكتئاب وبرضه تخليكي أمر 14. النهاردة منوراني مدربة الأيروبكس وتغذية الرياضيين ياسمين الشرقاوي. ياسمين منوراني. أهلا بيكي. إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. إيه دراستك إيه وإيه الحاجات الكتير اللي أنت متخصصة فيها؟ انا في الاول ابتديت ان انا اخد حاجه اسمها جروب فيتنس انستراكتور، اللي هو تعرفي ازاي تدربي مجموعه من الناس في غرفه الايروبكس. اوكي دي اسمها الافا دي اللي هي المؤسسه الامريكيه المسؤوله عن ان هي تعلمك بقى علم التشريح، اذا ايه العضلات وايه الاوتار والحاجات دي كلها، وازاي تلعبي عليها وازاي تكبري العضله وازاي تعملي تبسطيها بالظبط كده. تمام. ف دي اول سيرتيفيكيشن انا خدتها. بعدها خدت حاجه اسمها بيتش بودي كوتشنج. دي في منها بارت رياضي، في بارت تاني في زي بدايات تغذيه. تمام. ازاي تعرفي تغذي اللي هو الكلاينت او المتدرب معاكي، ازاي تعرفي تاكليه صح علشان يعرف يتمرن تمام ويبقى عنده الباور وكل حاجه. لازم يكون في اكل صح وانت بتتدربي، مش اي اكل مع التدريب. اكيد بالظبط. بعد كده انا خدت الزومبا، بقيت زومبا انستراكتور. ايوه. فدي لايسنس اصلا احنا بناخدها، وبقيت الحمد لله يعني حسب الفيدباك اللي بتتقال ان واحده من اشهر الناس الموجوده. اكيد. تمام. والزومبا دي هي مش نوع من انواع الرقص زي ما الناس بتقولها، مش زومبا دانس، هي زومبا فيتنس، هي نوع من انواع الفيتنس وفيتنس عالي جدا. تمام. وبعدها على طول عملت كابويرا. الكابويرا دي رياضة برازيلية، هي ميكس كده من مارشال ارتس على سيلف ديفنس، دفاع عن النفس يعني، وفيها ممكن اوريكي حاجات منها. وفيها كمان دانس، فيها عزف على الالات البرازيليه، فيها غنى، هي ميكس من كل حاجه. كتير داخله في بعض. بالظبط. هو لازم الكابوريستا او لاعب الكابويرا لازم يكون بيعمل كل الحاجات دي، وكمان دارسه انا اخصائيه تغذيه الرياضيين، لان في فرق شاسع بين التغذيه العاديه والتغذيه للرياضي. طب النهارده هتكلمينا عن ايه في كل الحاجات دي؟ انا النهارده هكلمك على حاجه بسيطه جدا، مش هكلك على المواضيع خالص. هكلم على ست البيت او المراه العامله. دايما بيكون العذر ان انا مش هروح الجيم عشان ما عنديش وقت ان انا اتمرن او كده. طيب انت ممكن ان يكون التمرين معاكي اجيبهولك لحد البيت وانت قاعده في المكتب بتعمليه، لعدد الساعات اللي انت قاعده فيها، ممكن اجيبه لك لحد البيت وانت بتغسلي الاطباق وانت بتنظفي الارض بتاعتك وانت بتعملي اي حاجه، بحيث ان انت مش محتاجه انك تروحي الجيم. طبعا ده بس حركه اولانيه، لما هتجيب نتيجه هي نفسها هتبقى حابه ان هي تروح الجيم وتكتر اكتر من دي حقيقه. طيب ياسمين الاكل انت قلتي لي علاقه بالتمارين. تمام. ازاي نظبط ده مع ده؟ طبعا كل جسم غير التاني، وكل مجهود غير التاني، وكل سن غير التاني. تمام. بس الفرق بقى من تغذيه الرياضي عن تغذيه البني ادم العادي، ان اول حاجه دكاتره التغذيه الطبيعيين عادي بيعملوها، ان اول كلمه بيقولوها دايت. كلمه دايت دي اساسا كلمه غلط نهائي. اتس ا لايف ستايل، نظام حياه كامل امشي عليه. دي اول حاجه. ومن ضمن الحاجات اللي بيمنعوها عن اي بني ادم ما بيلعبش رياضه ان هو يقطع الكربوهيدرات. دي حاجة أساسية جدا بالنسبة للرياضي، إن هو علشان تديله الطاقة إن يقدر يستمر. بس نسبتها بتختلف من لما يكون رياضي لسه بيجنر ولا انترميديت ولا ادفانسد. فبتختلف بقى من جسم لجسم، من مجهود لمجهود، من درجة لدرجة، وسن لسن، اختلاف شاسع يعني. طب نبتدي في التمرينات اللي انت هتوريها لنا النهارده، مستعجله عايزه اعمل تمرينات. طيب احنا ممكن نبتدي مثلا بالتمرينات اللي ممكن نعملها على المكتب او واحنا بنتفرج على التلفزيون. بالظبط، الحاجات العاديه. بالظبط. في تمرين سهل جدا ممكن وانا بتفرج على التلفزيون اعمله، وانا قاعده على المكتب اعمله، او وانا سايقه العربيه في الزحمه، بما ان مصر بقت باركينج بقت نقدر نعملها واحنا ماشيين فيها. يعني مثلا دلوقتي تمرين لتمارين البطن. اوكي. انت ماسكه الدريكسيون كده، او قاعده على المكتب شغاله كمبيوتر، او مثلا قاعده بتتفرجي على التلفزيون، مجرد شهيق وزفير بطريقه معينه هتبداي ان انت تحركي عضلات البطن من هنا. أوكي. فنبدا نعمل بطلع وبنزل بالعضله، فتبدا تتحرك معايا، بطلع وبنزل بيها. أوكي. كل مره بقى عايزه ازود زياده باخد الرينج اوف موشن او مدى الحركه اعلى شويه.
طبعا طريقه النفس مهمه جدا، لان لما انا بكون باخد الاكسجين وبفتح للعضله عندي وبعدين بعمل كونتراكشن على العضله او بضغط عليها فبطلع الاكسجين، الطريقه دي بتساعد ان هي العضله بتاعتي تاخد مساحتها وتقلل المساحه اللي موجوده للفات سيلز او الدهون. طب ياسمين لو عملنا تمرينات البطن وبطلنا، انا عارف يعني انا سمعت ان لو بتعملي تمرينات بطن وبطلتي بطنك بتكبر وحاجات غريبه، دي حقيقه ولا لا؟ هو مبدئيا قاعدة عامة معروفة ان البطن عامة بتكبر او بتصغر لما بيكون الاكل بتاعي مش سليم. أوكي. يعني 70% مطبخ و 30% رياضة. ده اول حاجة، فانا اكلت ومش ملخبطة ومش مظبطة اكلي فانا هتخن حتى لو بعمل رياضة فظيعة. مظبطة اكلي وبلعب حبة رياضة كويسة هظبط معايا وهتبقى فلات. اوكي، فهي مينلي اكل، دي في البطن بس مينلي اكل. طيب عشان دي حاجه مهمه جدا عند البنات كلها طبعا البطن وعامله لهم ازمه، ايه الاكل اللي بيزود منطقه البطن؟ بتفرق من جسم غير التاني، يعني حسب كمان جيناتيكلي لو هي جينات. بس في اساسيات. في اساسيات طبعا بس برضو بتفرق من جسم غير التاني، يعني مثلا البابسي، المايه في وسط الاكل مثلا، المايه بعد الاكل على طول. اشاعه المايه في وسط الاكل؟ لا 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 مش اشاعه، يعني هو ما ثبتش ان هي غلط وما ثبتش ان هي صح. أوكي. بس قاعده كبيره جربتها فعلا لما بطلت تشرب مايه في وسط الاكل او بعد الاكل دايركت قلت كتير بطنها. بجد؟ البابسي طبعا، اي مياه غازيه حتى لو دايت او ميه فوار، كل الحاجات دي كلها غلط. بس انت فعلا مش كل الاجسام، عشان انا بشرب بيبسي كتير وبشرب حاجات كتير. حسب جيناتك ليه بقى، ما احنا نرجع للجينات، الجينات بتاعتك بتقول ان انت جسمك اصلا سكيني فرنساوي مثلا اللي هو نمبر 1 ولا لاتن ده اللي هو بيبقى الشيب الكوكا كولا ستايل بحسب بقى الرينج بتاعه عامل ازاي. أوكي. او ان هو ابل ده اللي هو بيبقى ادخل من فوق. أيوة. ورفيع من تحت، فديبندز جيناتيكلي هو اللي بقى ده اللي بيحدد انت هتتخني اكتر فين او لو كلتي او ما كلتيش ايه. طيب بس مش صح برضو ان انا عشان ما بتخنش فبشرب بيبسي، ده مش صح. عشان عظمك اتليست يعني عشان الهشاشه اكيد. طيب ممكن نعمل تمرين بطن واحنا قاعدين؟ ده تمرين البطن اللي احنا هو في نوع تاني من انواع تمرينات البطن، هي كومبو انا بسميها كومبو، هي بطن مع الحته دي اللي احنا من يا ريت تقولي لي عليها. بالظبط، دي اغلب البنات بتخاف عليها دايما قوي ويبقى شكلها مش لطيف. يعني احنا قاعدين على المكتب، كرسي، كنبه، اي حاجه في الدنيا، بطلع لبره كده بسند ايديا هنا، بتبقى كل وسطي بره. اوكي. وببدا انزل واطلع. انا كده صح ولا غلط؟ صح جدا. اوكي تمام، بس اثني ايديكي عشان تحسي بالعضله ورا، لازم تحسي بالترايسبس شغاله معاكي. اوكي تمام. بس ده كده تمرين كومبو، ده للبطن وللترايسبس. اوكي ده حاجه. ممكن بقى للترايسبس تاني على الكرسي، بس ده شويه ادفانسد الى حد ما. لو طلعنا كده شويه مثلا وابتدينا بنلعب اللعبه دي في البيت على فكره. بالظبط، انت بتلعبيها اصلا وعلى الباب وحاجات كده. بالظبط، يعني حاجات بسيطه جدا 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 تقدر تعمليها في اي وقت، مش لازم تروحي الجيم، بس هتظبط معاكي اتليست. صح، انت قلتي حاجه صح، وانس ان انت شفتي اختلاف فهتبقي حابه ان انت تروحي الجيم. بالظبط، وتعالي نتكلم بمنتهى الصراحه، فعلا انت لو عملت رياضه وبعد كده بطلت فعلا بتتخن تاني. طب أيوة، ده طبيعي. السؤال بقى، عضلات البطن لما بتعملي التمرين بتاعت عضلات البطن ترجع تاني اي عضله في الدنيا؟ انت دلوقتي المساحه عندك كده، اوكي، فوسعتي المساحه بتاعت العضله. اوكي خلاص، كبرتيها يعني، تمام، بعدين بطلتي رياضه فصغرتيها تاني، فالمساحه الفاضله في النص دي بيئه كويسه ان ينمو فيها الفات سيلز. اوكي، فده لوجيك. عشان كده دايما نصيحتي كل البنات او الولاد او اي حد، العب اللي تقدر تلعبه طول عمرك. يعني لو قدرت تلعب ساعه وانت عندك 70 سنه هتلعب نفس الساعه، العبها. قدرت تلعب النهارده نص ساعه، اوكي، خمس ساعات، اوكي، بس مش عشان انا دلوقتي داخل حماس قوي علشان اخس، بعد كده قل مجهودك بيقل، اكلك زي ما هو. طب ما انت ما عملتش حاجه، ما انت هتتخن، لان يعني جسمك خلاص اتعود على المجهود ده بالاكل ده، طريقه بس الاكل. بس التمرينات دي مش بتخلي البنات زي الولاد بقى بادي بيلدينج وحاجات كده، صح؟ دي بقى الكلام اللي اول ما بسمعه فعلا بحس ان يا جماعه لازم يكون عندك هرمون الذكوري علشان تقدري توصلي للمرحله دي. لا، في بنات بيبقى شكلها كده يعني، ساعات بتبقى خلاص بقى بتاخد حقن هرمونات بتزود الهرمون الذكوري علشان تقدر تبقى متقسمه بالشكل ده. ودول غالبا بيبقوا البادي بيلدرز. يعني انا مثلا انا بلعب 7 ساعات في اليوم لان دي شغلتي. اوكي، منهم لعبه عنيفه
وانا عادي اهو بني ادم عاديه جدا كل كنوسه مفيش ما عنديش يعني عندي شكل الشيب بتاع الماسل بس جسم مسدود بالظبط ما عنديش بقى الماسل الفظيعه لاني ما باخدش الهرمونات دي ولا السبلمنت اللي بتوصلني للمرحله دي البنات دي بتوصل لمرحله كده الا بقى لو انت عندك خلل هرمونات ده موضوع تاني خالص ده يتعالج مع دكتور امراض نساء ده وده قليل جدا لما بيحصل يعني اوكي قليل جدا جدا يعني لكن غير كده ما بيبقاش فيه الشكل الفظيع ده طب ايه التمرينات اللي هتوريها لنا واحنا واقفين أيوة. بقى نعمل تمرينات مثلا ما ان اغلب البنات برضو عندنا في الشرق الاوسط غير اللاتين شيب اللاتين شيب دايما بيبقى من تحت اتخن شويه من الفوق بس برضو يعني اتخن بأني درجه اتخن بالدرجه الصح ولا اتخن بالدرجه الاوفر اوكي عندي هعمل تمرين سكوات السكوات ده لعضله اسمها الكوادريسبس اللي هي الرباعيه والهامسترنج بتوجع الرجل قوي بعد شويه بتوجع الرجل ده طبيعي علشان عضله نايمه بتصحيها تمام أوكي. والهامسترنج وعندي الجلوتس أوكي. فبتديك البرازيليان شيب اوكي تمام نعملها ازاي بقى بتفتحي رجلك قد الشولدر بتاعك ماشي تمام وبعدين بتزقي الهاب فلاكسر الاول اللي هو الجوينت نفسه المفصل نفسه بتزقيه لورا وبتقعدي عليه اهم حاجه لا دي غلطه بقى اول حاجه ما بطلعش لقدام كده لان الركبه لما بتعدي مشط رجل بتبوظ ركبتي بتبوظ ظهري انا برجع لورا كاني بقعد على كرسي تمام بالظبط كده بالظبط ده كمان في للبطن يعني هو بيشغل معايا البطن العضله السفليه للبطن تمام فبيجيب لي كمان الشكل اللي هو 7 شيب ده بيبقى حلو جدا تنزلي لازم تحت للاخر كل ما بتنزلي كل ما بيبقى الشيب احلى في الجلوتس منطقه الجلوتس اوكي فإديبيندز لو عندك مشاكل في الركبه 45 درجه حلوه قوي ما عندكيش انزلي ما عندكيش انزلي بس انت لسه بتنزلي برده قدام حاولي تزقي ده الاول واقعدي عليه كرسي اقعدي على كرسي كانك بتقعدي على كرسي بتقعدي على كرسي كده ولا بتقعدي على كرسي كده بقعد على كرسي كده بالظبط كده انت انزلي كانك بتقعدي على كرسي بالظبط ده كده ده حاجه مثلا عندنا ايه تاني عندنا مثلا لو هي بتغسل الاطباق هي واقفه دلوقتي ادي الحوض قدامي هعمل حاجات للسايد خلاص فانا بغسل وبعمل اهو الله اهو منتهى البساطه كل البنات يا جماعه كلها مفروده مش رجلي باصص لي انا واهو دي متنيه سنه دي بتعمل ايه بقى دي بتشد السايدز من أوكي. هنا اوكي اهي تلاقي فكره دي سهله جدا جدا اهو انا بغسل الاطباق وشغاله اوكي عايزه اعمل الانر اهو نفس الطريقه اوكي سهلة في سيركلز تمام بس اهم حاجه رجلي مفروده رجلي مفروده ومشتي باصص لي صح تمام وبتطلع من الجنب اوكي بس دي تمرينه مثلا تانية سهله ممكن بقى عشان الكالف اللي هي سمانه سمانه اوكي اغلب البنات برضو بتبقى عندها كده سبيشالي اللي بيبقوا سكيني قوي واللي هم مثلا لا لا انا تمام بس هو لايق على جسمك لكن في ناس بيبقى عندهم مثلا مش لايق على جسمها فبتحب تكبرها ازاي هتقف كده هي برضو شغاله في البيت برضو الاطباق او بتمسح الازاز او وات ايفر اوكي هتبقى هنا وترفع على مشط رجليها هتشب وتنزل تشب وتنزل بس كده ممكن نعمل معاها حاجه اسمها شولدر شران كتف سهل جدا 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 ومنتهى البساطه اهو احنا يا جماعه بنلعب بسيطه جدا انا هروح اغسل مواعين في البيت عشان اعمل كده بسيطه جدا جدا ممكن كمان حاجه تانية ممكن وهي بتكنس بتعمل مثلا مامبو تشاتشا مامبو انا بقى عايزه اعرف دي اهي مامبو كروس اوكي تشاتشا مامبو لا انا هجيلك بقى تعلميني الحركات دي اهي كده وتو ستابس كده وتو ستابس ماشي تمام سهله جدا دي حاجه من الحاجات وانا بكنس مثلا بمسح بعمل اي حاجه صح بس صح انت صح ايه كمان لو انا اوريكي مثلا حاجات خفيفه كده عن الكابويرا مش هقولها لك كلها بس مثلا كيكس مثلا زي ده هي طبعا هي لعبه برازيلي فكل المصطلحات برازيلي اوكي دي كيك دي حسب درجة الليفل بتاعك يعني انت مثلا بتبتديها كده معاكي بتعلى بعد كده معاكي بتعلى 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 لغاية ما بتجيبي وش اللي قدامك فبتلعب على الفلكسبيليتي اللي هي مفتقدينها برضو كبنات مصرية الفلكسبيليتي بتاعتنا اوكي الكيك دي اسمها ميالوا دي ديفرنشي طبعا كلنا فاهمين طبعا كلنا فاهمين اوكي فهي بتبدأي ان انت بتبدأيها من وضع اسمه الجينجا تبقى من ورا وبتيجي تطلعي على قدام
بصي اصلا السيركل دي شده رجلك ازاي. اوكي دي لا وش رجلك برضو ليكي. اوكي لان هي المفروض ان هي بتلبس في وش حد ترخ. الله بنات اتعلموا. فدي مثلا حاجه من الحاجات ضد التحرش. مش مستنيه ان انت لازم هقف كده علشان اعرف اعمل كده زي كيك بوكسنج مثلا. لا ده انت واقفه هنا حد جه حاول ديب خلاص خلصنا. شكرا. لا سهله دي مثلا يعني. بالظبط كده بس وش رجلك ليكي ده مثلا حاجه. كمان ايه كمان ممكن لو احنا في البيت مثلا تاني ازايز ميه عشان البايسبس مثلا. ازايز ميه الازازه الصغيره دي لتر اوكي 1 كيلو الكبيره 2 كيلوز الجيركن كبير ب 3 كيلوز اوكي دول عشان دول علشان دول بايسبس اوكي عشان بفضل محتاجه شويه بفتح برده رجلي بنزل سنه صغيره وابدا نفس مهم جدا في اي تمرين لازم عشان تدي فرصه للعضله انها تكبر معاكي بالازايز بالظبط بدل ما تجيبي دمبلز في البيت الازايز مش لازم تشتري. ياسمين نورتيني وميرسي جدا على المعلومات المهمه اللي انت قلتيها لي واكيد هتبقي معايا مره ثانيه ان شاء الله وانا كمان هاجي ازورك ونلعب زومبا اكيد. ميرسي ليكي.